أهلا بكم إلى آخر مستجدات الأحداث على قناة الحدث الإفريقية. تتوجه أنظار الأحزاب السياسية في المغرب سواء المعارضة أو الأغلبية إلى الافتتاح الرسمي للدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة التي تعقد يوم الجمعة الثاني من أكتوبر الجاري، إذ ينتظر أن تعود القضايا الكبرى إلى الواجهة مما سيضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع تحديات الإصلاح والتنمية. في هذا السياق أكد العياشي الفرفار نائب البرلماني عن حزب الاستقلال أن خطاب الملك محمد السادس الذي سيلقيه بمناسبة افتتاح الدورة سيتضمن توجيهات استراتيجية هامة تعتمد على مقتضيات الدستور، وبهذا يتوقع أن يتفاعل البرلمان بغرفتيه مع هذه التوجيهات لتعزيز دوره التشريعي والانفتاح على المعارضة. من جهة أخرى، يعد مشروع قانون المالية لسنة 2025 من أبرز الملفات التي ستطرح للنقاش، حيث يحمل رهانات كبيرة على مستوى تعزيز الدولة الاجتماعية وتحقيق التوازن المالي وتعزيز الاستثمار. إضافة إلى ذلك، يرتقب طرح تعديل مدونة الأسرة، وهو المشروع الذي يحظى باهتمام الملكي، ما يعكس أهمية تعزيز الحقوق الأسرية. وفي الإطار ذاته، يتوقع أن يشمل النقاش مشروع تعديل القانون الجنائي الذي يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية. ومن ناحية أخرى، سيتم تناول مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي طال انتظاره. على صعيد متصل، أشار رشيد حموني رئيس فرقة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى أن الفشل المتعدد للحكومة في تنفيذ التزاماتها يزيد من صعوبة المرحلة المقبلة، بالتالي فإن البرلمان المغربي أمام تحد حقيقي لإيجاد حلول عملية وفعالة تضمن تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، مما يجعل هذا الدخول السياسي بالغ الأهمية في رسم مستقبل المغرب. استقبلت الفيدرالية المغربية لنشر الصحف وفدا فلسطينيا برئاسة أحمد عساف لمناقشة الوضع الفلسطيني والتحديات الحالية. وأكدت الفيدرالية على دعمها للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وشددت على أهمية تعزيز التعاون الإعلامي بين الجانبين لدعم هذه القضية. شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء محاكمة 4 محامين وبرلماني سابق بتهم تزوير وثائق لصالح بارون مخدرات ليبي. المتهمون نفوا التهم الموجهة إليهم، بما في ذلك الارتشاء، وتم تأجيل القضية. التحقيقات السابقة كشفت تورطهم في تلقي رشوة لإطلاق سراح سجين ليبي باستخدام وثائق مزورة. تعد ظاهرة البناء العشوائي تحديا رئيسيا يواجه التنمية في المغرب، حيث أدت إلى تشويه المدن وخلق مناطق تفتقر إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية. وقد تفاقمت هذه الظاهرة نتيجة الاستغلال الانتخابي والفساد الإداري، مما ساهم في توسع الأحياء العشوائية. صادق مجلس الحكومة المغربي على مشروع القانون رقم 4621 الذي يهدف إلى تنظيم مهنة المفوضين القضائيين بشكل أفضل، وذلك لتعزيز مرونتها وتوسيع نطاق اختصاصها لتشمل محاكم الاستئناف. ويشمل المشروع تعديلات هامة مثل تمديد مدة التكوين إلى سنة وإنشاء معهد متخصص للمهن القانونية، كما يتضمن المشروع إلزامية التكوين المستمر وفرض عقوبات تأديبية على حالات الغياب غير المبرر، بالإضافة إلى إدخال آلية مؤقتة لتعيين مفوض قضائي بديل في حال الغياب المبرر. ويهدف المشروع كذلك إلى تعزيز الشفافية في إدارة الأموال وإلزام المفوضين بإيداع المبالغ المستلمة في صندوق الإيداع والتدبير خلال 24 ساعة. تظاهر المئات في العاصمة تونس احتجاجاً على القمع المتزايد قبل يومين من الانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن يفوز بها الرئيس المنتهي ولايته قيس سعيد. المتظاهرون نددوا بانتهاكات الحرية ووصفوا سعيد بالفرعون المتلاعب بالقانون وسط اعتقالات لمعارضيه منذ تفرده بالسلطة في عام 2021. ويواجه سعيد في الانتخابات مرشحين رئيسيين هما زهير المغزاوي والآخر العياشي زمال الذي يواجه تهما قضائية. وتستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية وسط أجواء صاخبة، حيث تنطلق عملية التصويت يوم الأحد المقبل.
وتشهد هذه الانتخابات منافسة بين 3 مرشحين فقط، منهم الرئيس الحالي قيس سعيد الذي يسعى للفوز بولاية ثانية. كما يعاني المشهد الانتخابي من غياب الزخم المعتاد بسبب السجلات القانونية والسياسية التي تقط على الحملة الانتخابية. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية الموجز، شكرا على وفاء المتابعة، إلى اللقاء. الحدث الإفريقي معكم من قلب الحدث.